موضوع عن كهل دون بإذن الله تعالى، وموضوع علم الحالة. علم الحالة حول مجتمعنا الصوماليات مشاكلات ككل عي أما دباتوين كنقول عي أو إنه إن سوق جرسي أما حالة دم كتر إن كاني أيام وحير كتها من دون إن شاء الله إن بدنا والله هذا هو نقول هاي، لكن قرآنك وحا كتر تلاه يحر سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، واني نبي قال يقول صلى الله عليه وسلم وانا ذو حيان فعذاكم المؤمنين تا مسألة مركة مسألة حساسية ومجتمع إن بدن نبكو هيسا إلا سوء العلياء ومناسب مشكلة ذا أبوين أي نقوم مجتمعين حلاكي نباتي أبيستي أساسا و وحلو بحيي قبل يدا عصب يدا قبيال يدا حنو كاس أو مجتمعنا دباتو يوين وقيستي كان دبردي عالم كيوردن يا مجتمعات كوردن كردي لا شك إن أين بغن لغاها اللي لكن هدنا سايتهاي إلي نوس حسوس إن هذه يتشار خطر توليهاي وارين مناسبة مركا عيوان كمحاضر ذي وحويان قبيالة دا إيا دورك يكون هذا هي دون تا مجتمعا كل كوه رسقيب تكوباد وحاربا إنان دين تين إسلام كشرفت بدن وحي أرنتا كتيرينا وحي أركتها إن شاء الله تعالى قبيل كي قبيالة دو يكل دوينه لكن هذا إنان غاح مدوني لكن قبيالة دو حويان قفك ينوع عصبيد قويس درتي ودتك كالو درميه أو ضد التحالف يستو أو ضد كي يضد كي بخطر كل اليوم إلهي سبحانه وتعالى قرآن كا وحكي لي سوى عاية يا قفك إنه حميد قبيالة إنه أحناق أما ومجرى سيد ضد وأنا يستو إلهي حلو سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية إلى حكمة من سبحانه وتعالى حميد وحل هذا قف كذين وحناقه وكل هذا قبيل درتي مش إله الدراد معها مصلحة المدد معها بل معها ودين من معها وكليا إنه قبيل أهيليو ضد أيسكو ما قعوا ولا شكتان ما كان رب حكمة من حميد داس إلى تهاي حميد جاهلية الجاهلية وتعبير وحلو استعمال تري أهدي النبي كهر ضدك المولاء يا جاهلية ما كان نبي حكوت المامي فكرة دا يضا يطبع على سنة تاي فكرة جاهلية حمية الجاهلية رسول كحور صلى الله عليه وسلم حديث كوريان يعني إمام أبي داود ليس منا من دعا إلى عصبية أنا وانا قمد معها أمد إسلام كمد معها منك ضدك ويا را عصبية قبيل ضدك ويا دبا على ما وتهدى و24 ساعه قبل ما تلقى هليه تلقي ريال الباشرين يا هلكاز انتغيا رسولك و كتب النبي صلى الله عليه وسلم ان قفكاس ومده نبي محمد كمدهن ليس منا و هذا النبي محمد مديس كمدهن ياد كمتهي ليس منا نغنى لمد ماها من دعا قفكي و يرى ددك الى عصبيه قبياله ددك قفكي و يرى وليس منا نجمد معه النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى عصبية من قاتل إلى عصبية منك كد قال ما عصبية دي قبيله وليس منا من مات على عصبية نجمد معه النبي صلى الله عليه وسلم قفك كل انت الصغر قد قال لما يا قبيلة يا عصبية أن قد قال لما وعن رسول كل صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي إلهي وحي وحيوذي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحي كسودري وحاكم ذها أن تواضعوا إن أسو تواضع ذان وإذا تواضع وين هوسو إكتو وإذا كبرين وإذا قبيل كو كبرين وأنا وريه بني أنا وآذا أرمين تاسو إلهي وحيوذي ونبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يبغى أحد على أحد إلا قفنا ونقف كحد قدبنا إن تواضع ذان إلا أوسن قف 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 كلا كحد قدبن ولا يفخر أحد على أحد قفنا قف أوسن أفان ونقبل أفان
من محب النبي صلى الله عليه وسلم وعاكل رسول كيري كلكم من آدم وآدم من تراب إذن كورداني وحاد كتما دين مشكلة ضدك هاي سعويان فهمي دريك ضدك كل أعضي إنه سوى هستين مالك لكيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذن كدمانتي وحاد كتما دين آدم وإذن للي آدم وحالها أبو رعيد بالها أبو رعيب ورسول كله صلى الله عليه وسلم مركو نبي قدردار ما يمديسا إذا مجتمع عيسى مسلم كا وحو نبي كويري إن الله قد أذهب عنكم أمديها مسلم كي ربي وحو إذن كتكسيي عيبة الجاهلية عيبتي جاهلية دا وحو نبي كتما من عيبتاي وعيب ونبنا جاهلية ذاتك متحضرين تا الدوير وحو كهر مري مرهر قبيل كتاين قف كستا قف ما قف كو كقبيالة بذيها أيو كتخلف بذيها وقف دي بصعودة وعن قيمة اللهين لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا كلهين سوى نبي نوشه صلى الله عليه وسلم نبي حولا إلى هذا عيبتي جاهلية إذن كتكسي إذن كفانا عن أبيا الكود يعني وحي عيب جاهلية تاسي هيد دوتك الله يوقف صعود ونبي صلى الله عليه وسلم دوتك الله بوي إنما مؤمن تقي مؤمن إله كعب صلى سبحانه وتعالى وعب سبباً ومؤمن ما يقانو وفاجر شقي إيا فاجر إنكار كل عضي ومرتر رستهو لي الدنيا خربة أي رسول كله صلى الله عليه وسلم وحو نبي صلى الله عليه وسلم ولينتهين أقوام داد ها كتاوين او ها كتاوين وركا هايدين قلو ولا ليال داد ها كتاوين او ها كتاوين او ها كتاوين يفخارون بآوائهم إني كفانا أبيالكود أو ليكونن أهون على الله من الجعلان أما وحين قوني أنكوا رب العالمين أكتي سقيم هذا ولمد ياي حيوانك حاركا قادة حار والوالك وحيد هذا في الصومالية أما مغعيب هذا النوع يقانو وحيوان أنتم دورك تشوفوه حارك بن آدم كشقية كاسة كقيمة دران يا أبو الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو مؤمنة وإله كرامك سي مياد ربطين هذا حيوان كقيمة دراته هدا ذرب قبيلها كفان قبيلها شيئا من سيدنا النبي نوشه صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة في الله بل وحالك يا واقفك إن قبيلك ودب الصعوده وحو قصاري إن نتيجة دي سنقطين ونار قلو إن نار كقلو أيا خطرة رسولك حكى الشيكي صلى الله عليه وسلم وحولي لبنن أيا فاني لبنن بعهد من الوفاني مدبا وحولي أنا سغال طوان آبان ترسان ياه هو يدا هو يهدي ياكو بلو هذا هو قبيلك هو أيو لقوم بيقانيه كيف كانوا يقولون أنهم 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 وحو النبي صلى الله عليه وسلم نبي موسى وحو الله بوحي وحو يري كاتوا كترسلوا سقال نار كتشريا ترستي أدنى طوان بات كتا سقال نار كتشرتا يا ترستي أد كفانتي أدنى طوان بات كتا أما مد كترسل صدح ذا لما وحا ترستي كنا كتشرا أدنى صدح بات كتا النبي صلى الله عليه وسلم مركا قبيرا نقفانا يوم waxaan dhici karto qof ka inay naar u horseedo ayaa laga yaaba walaalayaal wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam qofkii da'wa al-jahiliya nabigu sidiisa wuxuu ku magacaabay da'wada qabiilada iyo qoyska la sheegto iyo qabiilada nabigu wuxuu u bixiyay da'wad jahiliya wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam qofkii da'wada jahiliga dadka ugu yeera ama ku dhawaaqa waxa laga yaaba inuu noqdo jahannama متقانا دوك مكي الله شيئو أي بست جهنمين المقضاء أي أبدا تابي رسول كله صلى الله عليه وسلم من بعد نبي حكور يا رسول الله
وإن صلى وإن صام ما حتى دون توتو كذا أما أوصوم كورم النبي كله صلى الله عليه وسلم وقبل أن ذي استلكي موتو كذا ونصوم حال كسبوية رسول كحول صلى الله عليه وسلم وإن صام وإن صلى أهدو دون هاتو كذا هدو دون هصوم النبي صلى الله عليه وسلم فادعوا بدعوة الله الذي سماكم المسلمين دعوة الله كم مغعابة كفان وهذا شيء إلهي كم مغعابة المسلمون إن المسلمين تهين إيا مؤمنين تهين إيا دوم ذي إلهينا تهين وحاصل غفانا وحاصل شكتا حديث كان وحوري الإمام محمد والإمام الترمذي حديثك درجة سنة وحسن أما صحيح سلمان الفارسي أيال ودي صحابي قال لها يا صحابة النبي كم لها يا سلكيس فارسها إيران قيمت أيال ودي وحالي وخير كاغو وأي سلمان وبالي مركزو خير كاغو وإسلامك خير كاغو وأنا وحول وإسلامك وحولي أبي الإسلام ولا أبا اللي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي شعر كاسو تري وحول أنمو أبهاي يأوليه وإسلام كبوري مركا يقيس يتميم كفانان يقوى قبائل الشيكتان أردتا سوحى الله شيء سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه مركا سوء إلمي سيدنا عمر أردتا سوء إلمي مركا سوء إلمي الحور وأنا ابن الإسلام سيدنا عمر بعد أنونا إن إسلام بانهي أي يجري سيد كين عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه نبي قول الليل وحاله أصحابتا كتر بي أو آد كتر بي وحاكم ده إلي كتغان قبيالة دا إلي قبيلة كفانا أي كتغان إلا أي كهر قبيل وحا كهر وقت النبي صلى الله عليه وسلم يا أصحابتا كولو بحي الأعراب كوري باديها إي أعرابتا القرآن كان يقول الأعراب وأشد كفرا ونفاقا وأجدر وألا يعلم حدود الله كواسا كهر قبيلك لكن أصحابتا قبيل وكتغان وإسكم المين حضارة سمين دين أي سمين ولا ليال وحاكم ذو حيالها خطرتها أي عهد النبي قد عاي إلا بغالك قبيلة إيا قبيلك سيد حديثك أوري الإمام البخاري ومسلم أبا ذر الغفاري وأصحابتي وغينا نبي كم ذا صلى الله عليه وسلم من عبس بضن وتاريخ ذي صلى الله عليه وسلم إيا بلال بايس قد عاي أفريكانها بشر كويس قد عن خاصة دي عمل وضعيان مركزا وحو كيري أبي ذربا كلمة كصوب حساتي وحوري يبنى سوداء نكي هو يدي مدويبا يدوي هو يدوي مدويبا عمل أي كش هاي سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه مركزا وش هاكتي بلال وحو كود دعوية نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي المتقى وحو كيري أبا ذر وقيمها وكله إسلام كاوضا مقانه وحو نبي كيري إنك إمرون يا أبا ذر فيك جاهلية وحتى قف أي ولي كدن بيسو جاهليد أي نبي كور صلى الله عليه وسلم سيابا دوعي بيسي متغانا هويدي ونبناتكو إني مغب ونبنات شاكتي مركاسو حالي لأبي ذر انتو بلال ويمد وفرسا صحابيها أبا ذر الغفاري بري غفار وحيان بالالي قبيل وحيان صحراها ديه مركاسا قريش وحيان حيان مكي مديني ديترين عيد آن يجي له شيء من وده مين مريشرين بنو وده جوز بدل خطر هاين ولا يقارن بين غفار وحنتو تجي بلال أيو حالي إني عيسي تون أوكا تجي أيو والله إنا من عيب أوكا كقادين لا هالك قرط يجي استكتو بلالو في راس حبيجاس أيوه لخطو في الله إله سبحانه وتعالى يا نوشي قبيلو شرادتك قبيل أما قوسس إلهي باشيغ سبحانه وتعالى وحروا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وحايا كدقنا شعوب وقبائل لكن إلهي وحوش هذه سبحانه وتعالى آيات علمد وحيد هذين صبح معناه أي كفايدية معناه كوبات خلق ورن أسلكي سوامد هل مال بكسوا بحين عيد كسر رئيسة أما عيد كشرف بلن مجرته واسكو المد كلهم آدم بعد لي إيا حواء ذكر يا أنثى ندق يا لبنى واسكو المد سيد القرآن كدينتو نوشاوي مد اللبات ضدك كفانا قبيل كفانا
dadkaasi aayaddu aad iyo aad bay u dhaleecaysay. Maxaa yeelay waa jaahiliya buula ayuu nabigu ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam. laakiin aayaddu waxay noo sheegtay wax kaloo lagu faano. maxaa lagu faani karaa? ina akramakum cind allaahi atqaakum, waxaa idinku karaamo badan, idinku sharaf badan kuwa ilaahay ugu dhow subxaana wa tacaala, ee ilaahay xaggiisa ugu dhow. su-aal baran weydiiyey, intaas waa aayaadkii xadiidtii. qabiiladu ama qabyaaladu mujtamaceenna maxay ku samaysay, ama limaada inagana loogu imtixaanay wax basharku ka tegay? muslimiintu horey uga tageen dadkii ahlu tawxiidka, dadkii ahlu laa ilaaha ila allah, way ka tageen, way hormareen, caalamkay furteen iyaga muminiina. dadkii xabaarada lahaa ee xabaarada sameeyaguna way ka tageen. innaga maxaa inagu salliday? imtixaankan xaggee nooga yimid? qodob baan ka soo qoray sidaa ila qumanaatay aniga. waxaa ka mid ah tarbiyada xun ee ilmaheenna aynu ku tababarno, nin kastaba ma dhashay ama walaalaad leedahay, waxaynu ku tababaraa ree hebel baa tahay, qabiilkaasaa tahay, qabiil hebel baa tahay. idan tarbiyadaa foosha xun oo nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam uusan ku tababari jirin asxaabtiisa, ayaynu ilmaheenna ku tababaraa walaalayaal soomaaliyeey. haddayna ka tegin arintaana, jiilka jiil musiibadaasi wayna daba soconaysaa walaalayaal. maynu ku tababara ilmaheenna walaalnimada islaamka? maynu ku tababaro tarbiya alwataniya xataa dalkeenna? laana dalku waa qiimaheenna, waa meesha diinteenna aan ku haysanno, waa meesha karaamadeenna aan ku haysanno. qof aan dal lahayn karaamo ma leh, qof aan dal lahayn xataa diin ma leh. waayo dalkaaga dad baa qabsanaya, idaan isku diin ahayn diintooda kugu khasbayaan. laakiin haddaad leedahay xuduuddaada ilaashato, halkaasaad ilaaha ku caabudi kartaa subxaana wa tacaala. idan dalkeenna in la ilaashado ay diintay ka mid tahay, oo dalkaaga aad xumaanta ka ilaashay cadow aad ka ilaashato. xataa tarbiya wataniya ilmaheena kuma tababaro, qabiil baa ku tababara. waxyaalaha keena waxaa ka mid a badownimada. dabcan dadka soomaalida ribaadii xoolo dhaqato wey, dadku 70 golka hadda magaalo bilaabeen, dadkoo dhani markay magaalo soo wada galeen waqti la yaqaano ay ahayd 570 dadku baadiyay ahaayeen soomaalidii. walihaada nin odayay berigii 90 dhibaato u dhacday baa nin baa la weydiiyey, waxaa wey waa maxaa dhacay? markaasuu yidhi qolo ree baadiya un baa la dardartay buuri, dalka dhamma baadiyaa dardaray buuri. waa runtii, laa shaka fi daalik. ree baadiya ayaa dalkii dhannaa ayaa sidii juuj iyo waajuujkii intay dardareen, ba dadka dhe xabaaro lama yaqaanaan. baadinimadu waxay ka mid tahay waxyaalaha keena masiibadan inagu dhacday qabyaalada. waxyaalaha keena waxaa ka mid a jahliga, mujtamac mutacallim ma aha. qofku hadduu cilmi leeyahay oo wax garanayo, xumaanta wuu garanayaa. xataa cilmiga maadi hadduu leeyahay, islaamnimada iyadoo iska badaaba, hadduu cilmi maadi a barto oo cilmi leeyahay, wuu garanayaa waxyaalaha khatarta ku ayuu garanayaa. waxaa kaaga daran jahliga labaa loo qaybiyaa, jahli basiira iyo jahli murakaba. jahalka basiidka waxaa la yidhahdaa qofka haddii hadda ku yidhahda waa waxaan muxuu yahay haddaad tiraaho, oo qofka ku yidhaha waxaan waabiyo ama ku yidhahda maye, wuxuu kuli ma garanayo, ninkaasi waa jaahil, laakiin waa jaahil basiida. laakiin hadduu ku yidhaha waxaani waa caano, waxaan macaano hadda dad baa ku dooda soomaaliya waxayna haystaa waxa oo kale wey, wuxuuna garanayn buu ka fuday, wuxuu kule waa sidaa. idan kaa waxaa la yidhahda jahal murakab baa la yidhahdaa, laano wixii siduu xaqiiqadiisa ah umana yaqaano umana sheegayo. dhibaatadayna haysata ugu badana waa middaa weeye. qaaluu atattakhiduunaa huzwan, qaala acuudu billahi an akuuna min aljaahiliin. huzwadu wuxuu ka soo qaadanaya jaahilnimada ka mid tahay. walaalayaal, waxaa ka mid a jahliga, waxaa ka mid a qabyaaladda iyo tacasubka qabliga iyo dhala, waxaa ka mid a shicirka iyo gabaygan qabiilka hurinay. imise silsilad oo qabay hurisa ayaynu xifsanay, oo waxaasoo dhan haddii suugaanimo intii madxaf la dhigo, suugaanimo loo akhristo dhib ma leh oo waa taariikh. laakiin in maanta ay weli dad jiraan dhegaysan gabay oo ku tacasubaya masaa'ibta ka mid tahay. waxyaalaha khatarta waxaa ka mid ah in qabyaaladii loo isticmaalo in dalkii lagu qabsado
قبائل من هذا قبيلة هذا قبيل كبير يهورا أما عيل لجود قالوا بتشري أما عوص لجود قالوا بتشري توي سالين هذا من قبيل بحضور إنه مضمن هي مجتمع ضمن مقدرات كيس حوله يصير مجا قبيل كوكب صديق دوني سو قبيل سو أهم كيس وين كوكب صديق دل كاس قبيل كل حوله ده وسيلة ده واستعماله يو تخلف كم ده ولا ليه أنت هسي وأسبابته قبيلة ده اللي مردوي مرأتوين كقبيلة ده إنه كان المحاكم ده مدوني وقت ودارانية وصوغا قابل إن شاء الله تعالى مصيرو إن استحويان هدا قفكم هذا يدكم كلكم وحاتين بالجامعين أو الجامعات كتير وحبرني وعلى ذي أنا انتهى الشهادة قادته أو الماستر قدرته أو البي اتش دي قادته أو دلك يتكتو إني جاهل الربادية مشهد قبل الله يلوني بالغيابة مصيبة ده وبدا ومدة محايا لي قفكم قبيلة وحي كينيسا قفكم حيو كسبر إيساو علمها خبرتها إنو سنقيمة كوية لمن أو قيمة كوية شاء ريرك وياي ومصائب تهنا يستكمتها وعيرانشرين ليس الفتى من يقول كان أبي إنما الفتى من يقول ها أنا ذا ساسي عيرانشرين لك من يرغى وحقراني ولك يرغى وائكا شهديدي واتل جامع عبلان كصوبحي سيديق واسلا إيمين يارا ماها وحانا يريهب البانهي أما بهي أياهبلا عيرانشرين حيالها مصايبتها وحكم ذا إيه اللي بتوينك فان كقبيل كأي بين بينها مجتمع مجتمعين وكل اللي هاي قبيلة ده وحيالها عيبتها وكين قبيل كي كمتها ومجتمعي بالشيء أيا عقدت كلا قاضي إني سقف بعض بجرس اللهي غير البارد غير المتي الله فان يا عقدت قاضي بل وحانو أرجلي ضد إسلام المذي يصوم على المذي بمقتلي نبات مجتمعين وجيستي كور هذه أنا قال أولي فهمت شري هذا ما تقال أنا بدك مركزو حول نقضي قال أنا ودي أكل كسي مرة إما جاء سبب وارن تاي هذا وحيا له مثال هذا إذا ما أرجع والله وحلا ترين كرامها إما جاء يا قارت الدم بلا إنه سوري هاي لأنه ضد ولا له أنا أي نحقرني وندرو آدم من ذي حتى أدينه ولا ليال وحيالها مصايبتك ينتو حاكم ذا ومد من ذي وحابا بي قبيلة بابابسي عالك محوكفان هذا الدولة ده محترمك الله يحفظه إما أنت كشرا إنه قاعدا إسطنبول خلافة إسلامك هل كان يكتب إسلام شرتي تدواب بقوله الصنع ومد إسلامك وقابلنسي إنت إن عداد إله وإيمان سبحانه وتعالى وأينا أمقرسا أينا أمد إسلامك أينا بابين لكن وقوميت كيان كيوت شري إلا أي متقانة دكتي أي دبوس هالغدان إنما لكن كيان كي أمنه وحين كبابيني قبيلة أيام كبابيني وشريتان كين ومدد وحين صومرتين وصومالي جاي الدولة أمنه هاي بستو قبيلة يا قبيل عن قيمة هاين أيام أمنه وده كبابيني ولا ليال لبعتين كي كانت وكم ذا وحكم ذا مصائب تي كانتي قفكو إن وجر جارة قف كا قبيل وجر جارة وصل وجر جارة عدالة يحق إسلام بطن تحسن وفعل كجاهلية وحيران شرين نبي محمد الحبيب صلى الله عليه وسلم وصل خاك ظالما أو مظلوما ولا لك وجر جار هدول ظالم يهي هدول يهي من واحد ظلمية أما من لا ظلمني أصحابته يا رسول الله هدول مظلوم يهي وانقرته ولا ظلمني لكن سير وجر جار هدول ظالم يهي وحول النبي صلى الله عليه وسلم قاعدت كقمن إساء دون وصمين يو جرجر كيس واسيله ما جرجر كيس هنا تراه الله حجابا كده لأن ترى تجرب ودمها وأنا تراه كيستاد دون وصمين يو حالا خطرته حكم دواتين أوكي أنت برشدة جوركة هي قبيلة بقى المجتمع الحديث مكتشرة هي بالمجد وهي بالمجوس إنه أين لنا وحاكم ذا أموره برشدة إنه كنتو أفرح بدن أحبدن بصوت قابل إن شاء الله تعالى قبيلة وحي كسور جدا مواطن لماذا كسور جدا ولا ليال وحي قبيلة دي من وغير دي حضارة دي عالمك حقي عالمك كتيرا ندا هذا وحل صحيح وتكتلات مثلا عرب لبي الله واتم دولي عربا انتا سو دولي يوروبا انتا دولي آسيان كاس بحا كتل نوع عاصى عالم كيوم ذيبية
إنه تشيلي بيار أو هانا أفريقيا كمدة تشيلي بينا حتى قبيل مني وحالي ما نبغي تون أو لا يابي نمو ولا الصوماليين بوحي بعدين وحصوب دي إن إيه مجتمعات كده وحالة سوى حي دي إن إيه قفك لقى قانون لحق الأسكا وكتمت بقولك يلا واتن وحتى يوروبيان بقولك بصد وحتى آسيان بقولك وحتى لواتن أفريكان نمو الصوماليين أو هذا قبائل كان هذا صوماليو شيغتي أي لي اسكو دلين يعني يعني تسوت كان مراكك وحيدة من يكردا أي مسكقة من الدي إن إيه ذا يتكيك استحجيب كيم متقارن نتيجة صوصارتي نتيجة عصاب حري كلهم من هالفاميليين هالفاميلي باتين بالير لما أنتين وعالمي هم يدينوا كوفرت قدام بيكين بتمنى إنه قوي قدام بيكين نكي أختار كحوري يدينكو كلكم فاميلي باتين إذا بمصيبة ولا نعيسة تفيري ده هالفاميليا ومنه أنا ير قبائل كأفريكا كتير هذا أورمادا شار كم مليون أفرت مليون يعني هذا أورمادا إنه قدر ترى لو بدر لو شهر سنة ترى مليون مع قوة كبحسن دولة دي جمهورية كبحسن دولة بجار كأكتيرة مركا لا يسكت درا سنة ترى مليون وتشيلي أفريكان ويان محمد سكول هنا مركا معه تقبل على ذن وحوي ومصائب ياوين ومساوين وقعد ويان مبايي إلهي إنا كما ينقل سبحانه وتعالى حقنا كن قن وحكمت الدين الآن بنبرد قبيالة دوحي نبرد الدين الآن سبحان الله نبادر كيسا على قبيل بوطا ددكي أو دنوحو كوك لقي قبيالة دي عصبيت وتشيسو صلاة باكم وقتا وحوطا مصل وطا وما انتم مساج كوسي سعودا يا أخي فعل كاغا يقول كاغا ويسكهر منيان إلهي سبحانه وتعالى وحكاوا المرين يا فعل كات سبيسي إيه جاهلي قاها إيه قبل الإسلام كاها كاسا لغا أبا المرين يا صلاة داري يسوه كاها وحكو ترميان من جاهلة يريبان الألم غزية إن تغمو غزية أغمو وإن ترشد غزية أرشدي أنا حولو عاني ري غزية أنا هبولي هدايا هنونت ري غزية وان هنوني هدايا منتنا وان أمي جاهلية دي قبيالة دي صدرية وان مدى سوكالي قوسكي وهدا هنونا وان هنوني هذين شنو تكان شنو الجلي هذين نار تجلا نار تلاجليا وحنا كسرنا وحويا ولا ليال إذا مصائب تنقص بس وحكم ده آخر ذي مسج سي آخر أي مسج سي والله قفك الصومالي يا مانتا قلبي وكطهريه قبيال الده والنبي يقول صلى الله عليه وسلم مركو لكل مؤمن كل مخموم قلبي صدوق اللسان وكنت مع النبي صلى الله عليه وسلم مركي النبي قال لي محال يا رسول الله مخموم القلب مهوياي وقفك عن حنون قلبي سكشرين مرض كشرين قبيالة كشرين ويان وانا كوا مؤمنين تا النبي نوتر مامي صلى الله عليه وسلم مصائب تنقل على حوالي قبيالة دي كل كهورة قبائل وين بلوك لك عاي قبائل بها دهوس وسي كعاي سيدة بصاش متغانا بصاش سيو سي فرفرنتو ايا لو فرفرمي يا إلا اتكتماشو دمي ومصائب تنقل سميسة كمتاي مصائبته أبداً المهنة يا وحنو لقينا مصائبته اللي وانكو باباني بل حتى وحالا نشيخ الحكشيكي وين يبقى وحالي أفكذي صومالي وين يبقى أفكذي مركاسي يقول هالشي وعين رواني عائلة دي سنة بونتان مركاسي لأن أخي قوسكيتاي وعين رواني قوسكي من البونتان ما قراني يبقى قوسكي أباها وايا أبيه ما قراني نبا فكر حولي قوسكي لما قرر سميع قوسكا نعبته هو قوسكي بيقول كاسو هو ريه مركاسي بيقول ريه بغدا بيسوه المعور كوالي بقفلي ريه بالواساس ريه بالواساس وحفي كيما لو قرتو حالي برادو ريه بالنعبه هو ريه بالباليدي بالمصائبته انو كتشر بالواتغة ولا ليال انو كتشر بالفيرة يخاتي في الله محاد دواء ولا يبح سكرا وعلى يبقى سكرة إلى الدين تين الدين يقول لكم تربية إسلامية صحيحة والمهنة دين الإسلام ككتر بينه مفاهيم يعود سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قصة الجليبي قصة سلمان قصة بلال قصة أبا ذر هذا سيرة النبي أصحاب تأخذه وحياله وحذين سوى رائع وما توقتي لأنه سامحين إلى بالآخر وحاكم ذا يا أخي المها جبر تربية الوطنية دل كيس جبر دل كيس تعلي سي
ومراه من عرورته بركه تشاليسيان قبيلها تشاليسين بلكيس تشاليسي وتربيه الوطنيه الا بالذات عقيده انا وحنا مسنا الدلك انا ان شعلانه اني عقيدتنا كمتها عقيدتنا كمتها لانه وحرزنا عقيدتنا ان كولا لنا همغرب ودنكو ودن ودن الاسلام ومجتمع مسلم لماذا ونبي المدينه الدفاع صلى الله عليه وسلم ما ما كان له فرمي ما اعرابتا حدوده لو الى نمي وهو سرايا نبي بحيني وهو دفاعي دل الاسلام ودفاعي دلك الصومالي الان دلك انه ودل الاسلام والدفاع عن واجب شرعي ويان والدين المهم عن بر دلك انه جالسين خريطه دلك هذا وين ركب قريقه او شاب قبل كاستو كفي عينه هل كحيوان هبلا تشوف هل كوحا لها مرودي هل كوحا لها شباب باتشوف هل كوبي معان بالها هل كبير باكب هذا المها تشاليسي دلكيس يا قبيلة ذي حمانة تشاليسين وأين الولا ويا الكعبر قادا ويحيي نقول عاي سبحان الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن في جحر واحد مرتين قفك المؤمن كا قد لا مر لجمع قنينه إلى هذا يكون داري موحي إنه قبعي يا وعالي بعيال الشداد أيا قيل برا من قرصة مركا لغشة كان حفل بهذا إلى صمارة شيء يكون كذا شو وحوارك اللي بقى حال دنيا ويس قبيه وإنه قيل ودي الوحي وكعب صدي هذا قيل مركي متريبة هشي اللواي ورهشي يبنى ذي أركي باليدي مركا صار من بعد وحام مغلع عيال ولا وحي ألف دلي وانا كايو وإن جيرا دمير ليك كسد بيون ما هي يعني لما هي دلي هشا وانا كايو لكن يوم شيء قوي فلن يبقوا شيء قوي وروحي ألف دلي وين أركينا قبل أرد وحي نقصه ما سوى أركينا يا نبعتنا وين أركينتي إلهي بيدي كل داري موح الله دل قاطع قبلها اللي شرفت بدنا المروين كجروه نوتشوي ولا لهن حاسس كأني إنه كلهم كوكونا بذهن كذا تعلمك إلهي بدو كل داري موحن لغيره من بعد إن المهني أي قال قادتي أهل توحيد أنا هين بل كان كلمت أنا الشيخ مصطفى ما أنت كلمت مالو دوتو حالي دي سغال بقول او المود او سوماليا او اشهادته اي قال قادتي سغال بقول او المود او سوماليا اي قال قادتي مالك وحا ايغو والبهار بدنا وي جهاد نغ تغي غبر سوماليا او تولد دغن ايا ال تدشن المود اي دشي اي لقاتي ايدي او سغال بلو جرتيا ديار انت لو سو ساري يا دكتور كلكاني سنت من ولا قاتل وكبنا ولا حري سغال بلود يرو اور لا سغال سغال اور ودا باقول لو خري حاجه الماء كسو صارنا انا باليدي والذي لا اله غيره مين كل ترجمه ما تقانو خيرو يرو مساجد كرجينا جو كميدا والله يخور غودا مركي لغا امولي دها لا خري بس كراتا لو خري سين الماء واركن المهي ليس سين واركن ابدا لغا خري مره لو ددي المهينا انت لغا بخي بايدو ديق بخدي ايا ميشا لو توراي حبس قال وعلي وحاي غو درم تيري مويل بو همسه غبر بو وحا دال مويل بو همسه غبر بو بل كده دي جوقت وحا ما لو سمين لها لو ما سمين كوي إنا بضي لباتلا إنا بضي كرامة درهد إنا بضي مصائب تا إنا بضي أيا ولي دوبين يو دكين دكين هرتاغن ولي وي دوبين يان إلى الآن إنا نتاسكا قرانا إنا قعان تاسكا قبانا وانا وود لانهي وانا وود لانهي إنا قعان تاسكا قبان ولا ليال بل وحالوية من متعلمين كواس شركة كو دوبين يا ظالمين تا يا سايم وقلين وعلموني سال دب بدن وحكم هذا سنة راهك وحاني من لبس أنا كورباني من إسطنبول صدح وين من يراس وماليات بانكوار كشارع لقيا من بركودني فدي ولا لقيا وأنا ولا ليال يورو بحبيدي كم تشريها أذنا
waxba yiri nin kama jiraha aadina ceel ninkalaa la weydiiyaa madax xanuun iyo dulli iyo diin la'aan iyo hurdo la'aan iyo waxa lagu haya waa waxaa weeyaan aayladkana tegey anu waxaan leeyahay iqtiraax baan soo jeedinayaa haddaan doonayno inaynu dalkeenna iyo dalkeennu dhisno cuqdad aynu qaadno cuqdad ma taqaanaa binu aadmi oo dhan cuqdad aanu qaadno dadkay nagu fiirsadeen 72 sano inay nagu fiirsadeen hadday carab yihiin hadday cid kasta yihiin hadday dowlad kasta yihiin halkaa cuqdad waa inayna dadko dhan waana cuqdad u qaadno jabaan waxay ku hormartay cuqdad bay ku hormartay taariikhda bay cuqdad u qaadeen dadkii ku tuuray qumbula dariya cuqdad u qaadeen markaase waxay dhaheen soo lama xoog badnin soo lama adkaanin innaguna dhinacaan u badino technoloji ayna soo saarin aan soo saarno yaakhi cuqdadaan qaadno yaakhi dhammaantan cuqdadaan qaadno qalbi wanaag wuu dhammaaday khalaas maxaan qalbibaad baa yaalla dadka nagu qoslaya innaga nagu qoslaya ee inagu wiirsaday ee inagu maalsaday inaynu jeclaano qalbiga u wanaajino maa qofkii ku salaam ahay salaami waa inaad raashaq maxaadii salaami maxaadii tartay maxaadii tartay kuwa shandadaha la wareegaya soomaaliya shandadaha kaashka shandadaha kaashka boorarka ku jira la wareegaya gobollada soomaaliyeed inay nuurka yare soo iftiimay inay dhaha ka ridaan waa kuwa cadowgeyna walaalya kuwa la cado u qaada waanan cuqdad u qaada kuwa waajib sharci weeyaan kuwa lacagta kaashka la wareegaya maxay rabaan in aynu 40 iyo sharafdarinaasi gali rabaan kuwa ka qaadanaya colooshadu shaqaystayaalka murtasiqada ee doonaya intay qaataan lacagta een xishoonayn ma xishoonayaan dadka hortooda ma xishoonayaan ma arkaan ummadooda dhibaatadooda wallaahi alcadiim hadday qalbi leeyihiin alaqal waxba isku falaa laakiin qalbi ma leh waxaan gaadhnay waxaan ku soo khatimayaa maalin baa waxaan heer waxaan gaadhay dadkeenna gabdhaheenna wiilasheenna maydaan arkin soo waxay tiraa nin aan dhul marin dhaaya ma leh dhibaatada aan nagaasoo wallaahi ladii laa ilaha geyr dhibaatadan aragnay iyo cuqdada aanu aragnay iyo dulliga marka qaarkood inaan qaraacanto waxaad samayn kartana ma leh wiil yaro hooyadii intii laga qaatay laba wiil oo xaafid qur-aana oo 3 soomaaliya soo mudin baa laga qaatay hooyadii markaasaa wiilashu waa wiilal qur-aanka xifdi ahlu tawxiid oo qur-aan laga soo dhargeeyey mid 3 baan qaday guri soo dhuntay gabar soomaali oo shaarac maraysa ayuu nin xiimi walaalay gabar soomaaliye walaal gabadha waxay tiri wiil yaro xiim waan qabtay tiri wiilka yarta 3 wax ma cunin buri doofaarkan ka walaalay inoo doofaar cuno maana doonayn cuntadii baan diiday 3 gaajaan u dhimanayaa walaal salaadna nijaas baa galay walaalay qaada cunto isii buri gabadha intay la soocartay dhuumisay bay gurigeed gesay baasta u karsay iyadoo weli baastadii u bisraynin baa balaayo askartii wixii dhan ba gabadha ku degay waxay tahay gabadhu xagga kale ka marmi kas walaal gaalaha ii dhiibi maxay qaban kartaa iyada saanta loo qabtay baa cunugii lala baxay yaana badi dulliga ah waxla waxaad samaysan ma leh kaan baan beri tegay markaasaan kelimad baan ujeediyey gabadha waxay tiri sheekh annaga dadku wada dhaawax dadka meesha yimi oo dhan mid ay sucuudi madaxa ka rido oo tarxiilay iyo miday liibiya buur ku garaacday iyo mid cabis lagu soo dilay waa dad filisha markaasaa guryo la siiyay xoogaa dabcan loo yar gacan haadiyey markaasaa laftii dadka waxay tiri maxaan ku abaalmarinaa saa noo galaya markii nala soo baabiyey na soo dhaweeyey markaasaa waxaan ihi diin tawxiidkaan ugu weyn islaamnimada calaqal xoolo way haystaan wallaahi ladii laa ilaha khayr gabba gacanta taagta soomaali oo xijaab waxay tiyaa sheekh sheekh waxay tiri walaal waxaan ilaahay waxaan ku weydiisanayaa inaadan ugu ducaynin inay islaamaan intay iqaamaan la siinayaan oo aanu buldalka degayno intay iqaamado la siinayaanoo sharci ka helayno yayna islaami bay tiri khayr allah kusa ugu ducaynin islaam bay tiri waxay aamintay qofkii islaamaaba khayrka inuu ka tegayo subxaana allah
dhibaatadaas inagu dhacday walaalayaal. Ilaahay waxaan mariyay inuu nawaafajiyo kheyrka. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.